السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جماعة؟ عاملين ايه النهاردة؟ في فيديو جديد من قناة اكلات ام محمد. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتقولنا في التعليقات عجبكم ولا لا. النهاردة هنعمل مع بعض الحمام الكذاب. فاول حاجة معانا البهارات اللي هنتبل فيها الوراك عشان نعمله حمام كذاب. معانا كاري وكركم وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر والسبع بهارات وبهارات الفراخ. دلوقتي بقى احنا حطينا الوراك وحطينا كمان على البهارات اللي احنا قلناها ملح وفلفل وكمون وشوية خل. دلوقتي بقى احنا ولعنا النار وحطينا حلة زي دي كده وحطينا شوية زيت ومعلقة سمنة همت. دلوقتي بقى احنا هننزل عليهم بالبصل. وهنشوحهم بقى ونرجع لكم تاني. كده بقى شوحنا البصل وبقى باللون ده نحط بقى عليه القوانص تاخد تشويحة برضو. اهي هنشوحه شوية وبعد كده بقى ننزل عليها بالكبدة. هنحط بقى عليهم شوية ملح وكمون وفلفل اسود وكاري وكركم. حطينا كمان عليهم ورق لورا وعود قرفة صغير اهو. دلوقتي بقى احنا بعد ما شوحنا القنص شوية ننزل بقى عليهم بالكبد اهو. نشوحهم برضه. دلوقتي بقى احنا بعد ما شوحنا الكبد والقوانص شوية اهو هنحط عليهم بقى الرز اللي احنا كنا هنصفي الرز اللي احنا كنا نقعينه ونحط عليهم. دلوقتي بقى احنا قلبنا الرز شوية هنسيبه بقى يستوي نص سوا ونرجع لكم تاني. دلوقتي ده بقى شكل الرز بعد ما خد نص سوا اهو. دي الوراك بقى بتاعتنا بعد ما تبلناها اهي. نحشيها بقى الرز اللي احنا عملناه. دلوقتي بقى احنا هنحشيه اهو. اهو احنا بنحشي الوراك وهندخله جوه خالص ونلف. دلوقتي بقى احنا هنلفه بورق استريتش وبعد كده هنلفه بالورق الالمونيا علشان ما ينفعش نحط ورق الالمونيا عليه على طول اهو. هنلفه بقى بورق. هنعمل بقى الباقي ونرجع لكم. احنا كده خلصنا كل الكمية وحشينا كل الوراك اهو. دلوقتي بقى احنا حطينا مية تغلى على النار عشان لما تغلى ننزل فيها الوراك. وحطينا فيها ملح وفلفل وطماطمية وبصلاية وورق لورا وفصين حبهان اهو. هنسيبها بقى تغلي ولما تغلى ننزل فيها الوراك ونرجع لكم تاني لما تغلي. دلوقتي بقى فضلت على النار نص ساعة ولما خرجت بقى شويناها تحت الشواية اهو. ده بقى شكلها النهائي. معاها كمان هنقدم معاها رز بالخلطة اهو. يبقى كده الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتقولنا في التعليقات عجبكم ولا لا. وباي.